Siap. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير حميد صدق الله العظيم سمسامة صدق الله العظيم الحمد لله adik bernama Afiq, sekolah di Pasti Anadwa, Kampung Simpang 4 Tuna. Semoga